حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. لأول مرة منذ 44 سنة البلدان المنظمان لكأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا في نفس السنة يتوجان باللقب. الكويت ونيجيريا نظما نهائيات كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا سنة 80 وفاز بهما. قطر وكوت ديفوار 44 سنة من بعد في 2014 نظما كأس أمم آسيا وفاز بالتاجين. شفنا السيناريو اللي فاز به المنتخب القطري باللقب، المنتخب القطري العائد من بعيد جدا بعد مشاركة تعيسة في نهائيات كأس العالم باعتباره البلد المنظم. 3 مباريات 3 خسائر، مر بظروف صعبة بعدها أدت إلى تغيير مدربين اثنين. المدرب الذي توج باللقب جاء إلى منتخب قطر بضعة أيام فقط قبل انطلاقة المنافسة في سيناريو لم يكن متوقع، لأنه قطر كانت سادس أو سابع مرشح للتتويج باللقب، فنقول بأنها أحدثت المفاجأة. بالنسبة لكوت ديفوار الأمر مختلف. البطولة التي انتهت البارحة قبل البطولة كان مرشح رفقة السنغال حامل اللقب، رفقة المغرب، رفقة مصر، رفقة غانا، رفقة الكامرون، رفقة الجزائر وكذلك تونس. هؤلاء وأولاء كلهم سقطوا، وغالبيتهم في الدور الأول، والذي تبقى سقط في الدور الثمن النهائي. كوت ديفوار السيناريو الذي فازت به الكأس، أي نعم كانت مرشحة قبل البطولة، صارت خارج البطولة وبعدين رجعت إلى الحياة ووصلت للمباراة النهائية وفازت باللقب بجدارة واستحقاق في سيناريو لا أتردد في ذكره كل مرة والتذكير به كل مرة. سيناريو عجيب وغريب لم يسبق له وأن حدث عبر التاريخ، ربما فقط عندما فازت زامبيا باللقب. ولكن ما حدث في سيناريو الكوت ديفوار فعلا هو سيناريو عجيب وغريب، وما حدث البارحة في المباراة النهائية التي توج بها المنتخب الإيفواري لأول مرة في الوقت الأصلي بعد 90 دقيقة، ليس كما كان عليه الحال سابقا في 4 نهائيات سابقة لم يسجل فيها أي هدف ولم يتلقى أي هدف، فاز بلقبين بركلة الترجيح وخسر بلقبين بركلة الترجيح. البارحة أمام 60,000 متفرج لم يكن ممكنا لكوت ديفوار أن يخسر اللقب أمام تلك الجماهير، ولم يكن ممكنا أن يخسر اللقب بعد كل السيناريو الذي حدث. كان يجب أن يكتمل المسلسل أو الفيلم الدرامي بذلك الشكل. نيجيريا كانت سباقة للتهديف، كانت متفوقة رغم أنه الاستحواذ كان إيفواري، بعدها تمكن المنتخب الإيفواري من تعديل النتيجة، وفي الشوط الثاني تغيرت كل المعطيات والمجريات. كوت ديفوار بكل الحيوية والتركيز والاندفاع والروح العالية تمكن من تسجيل هدفين والصمود مقابل منتخب نيجيري كان جيد في الشوط الأول، ولكنه تراجع بدنيا في الشوط الثاني. اللياقة البدنية صنعت الفارق في نهاية المطاف. منتخب النيجيري وصل إلى حدوده تقريبا من ناحية الفنية والبدنية عندما بلغ المباراة النهائية 8 له في مشواره، وخسر اللقب 5 في تاريخه الكروي بعد أن بلغ 16 مرة المباراة النصف النهائية. أرقام رهيبة جدا، ولكن أرقام كوت ديفوار أيضا كانت رهيبة من منتخب فاز بمباراة أولى وخسر بمباراتين وبالأربعة أمام غينيا الاستوائية كان خارج البطولة تماما، ثم رجع بفضل منتخبات أخرى بفضل احتلاله المركز الأخير ضمن الأربعة أفضل توالث في هذه البطولة ليعود بمنتخب جديد وبروح جديدة وبمجرب جديد جريء جدا، حيث اتخذ خيارات صعب على أي مدرب أنه يأخذها بعد ظروف صعبة اللي مر بها المنتخب. لا ننسى دور الجمهور اللي كان غاضب جدا في الدور الأول وانفعل كثيرا ضد لاعبيه، ولكن عاد وساند منتخب بلاده في ظروف جميلة جدا في المباراة النهائية التي توج بها منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد في 90 دقيقة. لعب بارحة سجل أهدافه الأولى في النهائيات، البارحة أنهى المباراة في 90 دقيقة وليس في 120 دقيقة. البارحة بلغنا
52 لاعب سجلوا في النهائيات في المباريات النهائية لكأس أمم إفريقيا. البارحة بلغنا 72 هدفا سجل في كل المباريات النهائية التي لعبت لحد الآن، بمعدل تقريبا هدفين في كل مباراة. كل شيء كان جميلا في كوت ديفوار، ممكن إلا أرضية الميدان التي لم تكن في مستوى النهائي بسبب ممكن كثرة المباريات والظروف المناخية الصعبة. لكن في نهاية المطاف كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 دخلت في التاريخ ورسخت في أذهاننا الكثير من القناعات التي تبقى أيضا في التاريخ، نتعلم منها كل يوم، يتعلم منها الفائز ويتعلم منها الخاسر، يتعلم منها الفرحان ويتعلم منها أيضا التعيس. وهذه هي الكرة، جمالها في كل هذا ومتعتها أيضا في كل هذا. ممكن هذا هو اللي خلانا نعشق ونحب كرة القدم بهكذا شكل، لأنها تخفي أسرار وتخفي معجزات وتخفي كذلك خبايا يصعب تصورها. كرة القدم اليوم لم تعد تلك الكرة التي يعرف فيها الفائز قبل بداية المباراة ويعرف فيها الخاسر أيضا قبل بداية المباراة، بل كرة القدم تغيرت كثيرا وتحولت كثيرا، ويجب أن نتأقلم معها بالشكل الكبير كلنا تقريبا، مش فقط اللاعبين والمدربين ولكن أيضا الجماهير ووسائل الإعلام وكل من يعشق هذه اللعبة. دروس كثيرة ستستنتج من ناحية الفنية بالدرجة الأولى من قبل المدربين واللاعبين من هذه البطولة التي كان فعلا بطلها منتخب كوت ديفوار، وبطلها أيضا إرادته وعزيمته ورغبته أيضا في العودة إلى الواجهة وإسعاد جماهيره على أرضية ميدانه في أبيجان وأمام كل هؤلاء الآلاف من العشاق الذين كانت ثقتهم كبيرة في لاعبيهم بعد أن فقدوها في الدور الأول. نيجيريا تبقى نيجيريا دائما بتقاليدها الكروية التي توصلها في كل مرة إلى النهائية. طبعا سيكون فيه كلام في تحاليل الفنيين حول الخطط التكتيكية وحول هذه الروح التي صنعت الفارق، سيكون فيه كلام عن التحكيم وعن تقنية الفار، شيء طبيعي بعد كل مسابقة وبعد كل بطولة وبعد كل دورة، سواء كانت في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم. لكن الشيء الأكيد أنه كرة القدم اليوم لم تعد مجرد لعبة، كرة القدم اليوم لا تستند فقط على المهارات والفنيات والخطط التكتيكية، كرة القدم فيها عوامل أخرى تساهم في النجاح وتؤدي إلى الفشل، عوامل أخرى هنا وهنا. شكرا لكم والسلام عليكم.